يا رب دايما وابدا تكونوا بخير وبالتوفيق يا رب دايما وابدا. حل اسئله المحاضرات بتاعتنا بقى سريعا كده واحد ورا التاني. ليكتشر واحد اكزامز ام سي كيو سؤال رقم واحد اند اوف هيلث سبيكترم، طبعا نهايه الهيلث سبيكترم هو ان ستك تموت كده انت عندك صفر هيلث. طبعا ما فيش عندي هنا في الاختيارات ديث في الاجابه الصح دي. سؤال رقم اتنين هيلثي انديفيديوال بات ان ايبل تو ادجست هيم سيلف تو سراوندينج، ده برضو من ضمن الهيلث سبيكترم. احنا في عندنا سته، المفروض ان في عندي ايديال هيلث بوزيتيف هيلث نيجاتيف او اسمها التاني مارجنال ان ابيرنت او اسمها التاني بري كلينيكال وابيرنت تو ديث. بمنتهى البساطه انا بقول لك ان انت صحتك كويسه مفيش مشكله بس مش عارف تتكيف مع اللي حواليك، فمع اقل حاجه حواليك بتعرض لك مثلا لدور برد ولا حاجه بتقلب معاك فعلا بمرض، يبقى اسمك ان انت على حافة الهوية مع اقل حاجة بتقلب معاك بمرض. يبقى ممكن اقولك اللي هو مش عارف يتكيف مع اللي حواليه او اقولك on the slightest exposure تمام تقلب معاك بمرض. يبقى الاجابة الصح marginal او اسمها التاني اللي هو negative health. طيب الجول بلادر ستون مور كومون امونج مين، ده تبع الديترمينانتس، المفروض ان الجول بلادر دي اكتر مع اللي هو الفيميل. دايما كنت بقول لكم ان البنت هي اللي دايما مرضها بتبقى مفقوعه من كتر الحاجات اللي بيعملها الراجل، فبالتالي البنت الجول بلادر ستونز بتبقى مشهوره في الفيميلز. فالجول ستونز مشهوره في مين؟ مشهوره في الفيميلز. طيب امال الميل مشهورين بايه؟ مشهور طبعا بقلبه الكبير، فعشان كده دايما بيجي له مرض في قلبه فكورونري هارت ديزيز. طيب الاربانيزيشن ديترمينانت اوف هيلث اون اي ليفل، في عندنا طبعا انديفيديوال فاميلي وكوميونتي ليفل. اربانيزيشن معناها التمدن، طيب يعني كل الناس تروح تسيب القريه وتعيش في المدينه، طبعا ده على مستوى الكوميونتي، ده اكبر حاجه على مستوى الكوميونتي. يبقى الاجابه الصح سي. سؤال رقم 5 الموست كومن كيرتيف كير باترن، احنا هنا بنتكلم على الباترنز موجود عندك في اخر المحاضره خالص اللي هو الكير باترنز. عندنا طبعا في اربعه ايمرجنسي وابيسوديك وكونتينوس وتيرمينال. مين بقى هو اشهر واحد؟ مين هو ذا موست كومن؟ ذا موست كومن هو الابيسوديك. يبقى الاجابه الصح هتبقى بي. طب سؤال رقم 6 ذا ستادي اوف ديستريبيوشن اند ديترمينانتس، التعريف اللي كنا دايما بنسميه تعريف ال2 دي. تعريف ال2 دي بالنسبه لنا هو الابيديميولوجي اللي هو علم الاوبئه. في الابيديميولوجي يبقى الاجابه الصح بي. طيب سؤال رقم 7 dimension in WHO definition of health، احنا طبعا الهيلث عندنا طبق التعريف بتاعها مقسمه لثلاثه physical ومنتال وسوشيال. هل في عندنا حاجه اسمها occupational؟ لا ما قلتهالكش اصلا. طيب يبقى not dimension يبقى الاجابه الصح بي. ماشي سؤال رقم 8 in iceberg phenomena of disease the submerged portion of iceberg include، كلمه submerged معناها الجزء اللي تحت البحر اللي تحت السطح مستوى سطح الماء اللي تحت مستوى سطح الماء undiagnosed او wrongly diagnosed، فهو يبقى تحت سطح الماء يقول لك هيبقى subclinical ماشي، هيبقى دايجنوزد لا، هيبقى كومبليكيتد لا، هيبقى كيورد لا، يبقى الاجابه الصح سب كلينيكال. يبقى الاجابه الصح عندي هتبقى ايه؟ السؤال اللي بعده سؤال رقم 9 كورس اوف ا ديزيز بروسيس ويزاوت اني بريفنشن ايه ذا ديفينيشن اوف. طيب انت ما تدخلتش يبقى المرض بيحصل لوحده من غير ما نتدخل، حتى دايما كلمه نيتشر عشان خاطر بفعل الطبيعه انا ما اتدخلتش يبقى ناتشرال هيستوري اوف ديزيز. دكتور ده مش عندي في الكتاب بتاعي او في الورق بتاعي، انت عندك سبيكترم اوف ديزيز صح وعندك ابيديميولوجي وعندك الايسبرج فينومنا، في اي واحده من الثلاث تعريفات دولت ليها علاقه باللي انا بقوله؟ لا، يبقى عن طريق الاستبعاد الاجابه الصح هتبقى سي، واحنا مشهورين جدا في الكوميتي باسئله الاستبعاد. سؤال رقم 10 الابيديميولوجي فوكس اتنشن اون مين، طبعا فوكس اتنشن اون جروب اوف بيرسونز، هو الابيديميولوجي بتاعنا بالناس السليمه والناس المريضه مع بعض الاثنين مع بعض، فدي اجابه صح يبقى بي اجابه صح، ولكن الاصح ان هي بتاعنا بالناس الكتير. هي دايما بتساوي كلمه سكريننج اللي كنا خدناها قبل كده في سنه تانية، وكنت بقول كلمه سكريننج بحرف الاس هي نفسها الابيديميولوجي بتاعنا بالناس السليمين. تفتكر من كلمه سليمين ايه؟ اللي هم الناس الهيلثي اند ديزيزد، وسليمين تعرف ان هم جروب اوف بيبل. طيب انا عندي هنا جروب اوف بيبل، الاجابه الصح سي. طيب سؤال رقم 11 كير فور بيشنت وذ اكيوت كونديشن، يبقى انا عندي هنا الجزء الاخير خالص في المحاضره الاولى اللي هو برضه فكره الكيوريتيف كير. طيب اكيوت كونديشن حاجه حصلت بشكل اكيوت فجاه، الكير بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه ايبيسوديك لانه بيروح وبيجي. تعال نتكلم على سؤال رقم 12، رقم 12 نقط كورسبوند تو ذا ايسبرج، طبعا نخبي الاجابات. نقط رقم 12 correspond to the iceberg above the sea level. طيب above the sea level زي ما اتفقنا اللي هو فوق مستوى سطح الميه، المفروض بقى هيساوي بلوك 1 ل 3 بلوك 3 ل 5، يعني طبعا 1 3 دي معناها 1 و2 و3 او 3 و4 و5 او بلوك 1 و2. طبعا هي الاجابه الصح هو بلوك 1 و2 مع بعض مش بلوك لوحده، يبقى الاجابه الصح هتكون سي. طيب دكتور ليه بلوك 1 و2؟ لان هو المفروض الناس الدايجنوزد، واحنا اتفقنا قبل كده ان انت كل بلوك بتشيل حاجه، اول بلوك كل حاجه موجوده ديزيز دايجنوزد كنترول، ثاني بلوك بتشيل واحده بيبقى ان كنترولد، ثالث بلوك بيبقى ان دايجنوزد خلاص، رابع بلوك يبقى ان ديزيزد عنده بس ريسك فاكتور. اسئله الفورماتيف بقى سؤال رقم 1 all the following is correct about clinical medicine except، طيب ايه؟ كاستمرز ار بوث هيلثي اند ديزيز، انا عايز الاجابه الغلط اللي ليها علاقه بالكلينيكال ميديسن. هل في الكلينيكال ميديسن الكاستمرز هيلثي وديزيزد؟ لا ده هم ديزيزد بس،
يبقى هي دي الجمله المفروض تختارها. طيب المانجمنت از تريتمنت، دي اجابه صحيحه، هو فعلا كلينيكال ميديسين المانجمنت بتاعه تريتمنت، والانفورميشن بتاعته فعلا الكومبلين او الهيستوري، والسورس بتاعه فعلا هو الافيلابل ثيرابي. بس انا عايز الاجابه الغلط، انا عايز اكسبت. ركز جدا في كلمه اكسبت. سؤال رقم 2، ان ابيرنت ديزيز ديفايند از individual aware about his illness، ده هو بيقول لك ان ابيرنت يعني المرض مش ظاهر عليه، هبقى انا عارف؟ لا طبعا مش هبقى عارف. طيب نقطه رقم بي، disease is not recognized by individual، دي الاجابه الصح. طيب end of his spectrum، لا احنا قلنا قبل كده death، يبقى الاجابه الصح بتاع سؤال رقم 2 هتبقى بي. سؤال رقم 3، as regards الايسبرج phenomena human disease، بلوك 5 correspond to ايه؟ وده من اشهر الاسئله، ان هو جاي لك بلوك 5، بلوك 1، بلوك 2، بلوك 3 correspond to ايه؟ احنا حافظين بلوك 1 كل حاجه موجوده، بلوك 2 uncontrolled، بلوك 3 undiagnosed، بلوك 4 undiseased، بلوك 5 ما عندوش حتى ريسك فاكتور. فهو بيقول لك انا بلوك 5 اخباره ايه؟ ما عندوش حتى ريسك فاكتور. فين ما عندوش ريسك فاكتور؟ اهو، يبقى الاجابه الصح ايه. طيب سؤال رقم 4، كير فور بيشنت وذ اكيوت كونديشن، هيبقى محتاج الميديكال كير اسمها ايه؟ طبعا ابيسودك، سؤال مكرر، يبقى الاجابه الصح سي. طيب سؤال رقم 5، as regard the iceberg phenomena human disease بلوك 2 correspond to those. طيب حلو، بلوك 1 كل حاجه موجوده، بلوك 2 uncontrolled، يبقى فين هنا uncontrolled؟ uncontrolled اهو. السؤال رقم دي الاجابه صح تبقى دي في سؤال رقم 5. طيب ندخل على الاسئله اللي بعدها، الفي اي بي كويشن. طيب ايه بقى قصه الفي اي بي كويشن؟ اولا ايمج از نقط فينومينا، المنظر ده اسمه ايسبرج فينومينا. تعال نشوف كده الاختيارات، بيراميد اوف ديزيز، لا ده الايسبرج فينومينا بيتم ترجمتها عن طريق البيراميد اوف ديزيز، الاستريتد بتوضحها وبنشرحها عن طريق بيراميد اوف ديزيز، لكن هي مش بيراميد اوف ديزيز، ده دي قصه ودي قصه. فبمنتهى البساطه ده ايسبرج فينومينا، فالبيراميد اوف ديزيز لا. طب هل هو ناتشرال هيست اوف ديزيز؟ ما عندكش انت اصلا المصطلح ده في المنهج. بابليك هيلث، ما عندكش ليها صوره، يبقى الاجابه الصح تبقى دي، نان اوف ذا اباف از كوركت. سؤال رقم 2، نان اوف ذا فولوينج از انكوركت اباوت سبيكترم اوف هيلث. سبيكترم اوف هيلث، عايزين نشوف بقى ايه الحاجه الانكوركت، الحاجه غلط اباوت السبيكترم اوف هيلث. الديث بتاعه هو الاند، لا دي صح مش غلط. رينج فروم بوزيتيف هيلث تو ديث، لا هو مش من عند البوزيتيف، هو من عند الايديال هيلث، يبقى دي الاجابه الغلط. يبقى سؤال رقم 2 اجابته غلط هي بي. طب البيرفكت هيلث معناها individual conform to the WHO definition، تقول يا دكتور طب ما دي غلط، هقول لك لا، ما هو البيرفكت بتساوي كلمه ايديال، دي نقطه مهمه جدا. المارجنال هيلث بيتر ذان ان ابيرنت ديزيز، طبعا اي حاجه فيها هيلث احسن من الديزيز. فانت عندك اول ثلاث خانات اصلا في السبيكترم اوف هيلث معناهم ايه؟ بص كده معايا، بيرفكت او ايديال هيلث، بوزيتيف هيلث، نيجاتيف هيلث اللي اسمها مارجنال، وبعد كده ان ابيرنت ديزيز، وبعد كده ابيرنت ديزيز، وبعد كده ديث لو انت بحرف الدي. طيب سؤال رقم 3، كوبو ستريس از بارت اوف، احنا في تعريف الهيلث طبقا لل WHO كان في عندنا ثلاث اقسام، فيزيكال ومنتال وسوشيال، مفيش حاجه اسمها مارجنال دي اصلا. طيب فيزيكال معناها حاجات لها علاقه بالجسم بتاعك واعضائك وحركتك، هل كوبوز ستريس لها علاقه بالفيزيكال؟ لا. طب منتال ولا سوشيال؟ انا بقول لك كوبوز ستريس، مين اللي بيديك احساس ان انت مضغوط؟ هتقول لي مضغوط بسبب اي حاجه حواليا اجتماعيه، لا ما بقولكش ايه اللي يخليك مضغوط، انا بقول لك في جسمك انت ايه المسؤول عن احساس الضغط؟ هتقول والله ده هرمونز، مسؤول عنها مين بقى؟ البرين، خلاص يبقى منتال. طيب تعالى نتكلم على سؤال رقم 4، vulnerable group include all the following except lactating mother, pregnant, elderly, adult. طبعا الاجابه الصح تبقى adult. خلاص دايما بصوا extremes of ages تعتبر vulnerable group، يعني عيل صغير خالص او واحد كبير خالص وهكذا، لكن adult لا. طيب سؤال رقم 5، wrongly diagnosed disease is the نقط in pyramid of disease. حلو، يبقى البلوك رقم كام اللي هيمثل الشخص اللي wrongly diagnosed؟ طبعا رونجلي دايجنوست كانك بتقول لي كلمه ان دايجنوست، احنا متفقين البلوك الاولاني فيه كل حاجه، البلوك الثاني ان كنترولد، البلوك الثالث ان دايجنوست، يبقى البلوك الثالث. يبقى سؤال رقم 5 اجابته الصح سي. سؤال رقم 6، تيب اوف ذا ايسبرج فينومنا ريبريزنتنج البلوك الاول والثاني، اهو يبقى الاجابه الصح ايه. طيب دياريا مثال لايه من الكير؟ دي نقطه مهمه برده شويتين، يعني يعتبر سؤال رخم. تعال نشوف، احنا عندنا الكيرز ايمرجنسي كير، عندك اسهال هتبقى ايمرجنسي اكيد طبعا، لا ابيسودك معناها مرض بيروح وبيجي وبيجي فجاه، برضه بيبقى يعني الى حد ما ينفع دايريه. ما هو الاسهال اكيد مش هيقعد كرونيك، الاسهال اكيوت بيجي لك مثلا يومين تتوه كده تخف، اصل لو فضل معاك كرونيك سيبتك هيجي لك دايهيدريشن وتموت. يبقى الاجابه الصح في حوار الدايريه هي الابيسوديك، ان هو اكيوت اهو. شكرا. انفكشوس ديزيز مور امونج، حلو الانفكشوس ديزيز مين اللي بيلعبوا في الطينه؟ العيال الصغير، حلو يبقى هم اللي جالهم انفكشوس ديزيز. طيب امال الناس الكبيره في السن؟ ايه ده انا اخترت الناس الكبيره في السن؟ لا الشيلدرن هم دول هيجيلهم انفكشن ديزيز. امال الناس الكبيره هيجيلها ايه؟ الناس الكبيره هيجيلها كرونيك ديزيز، عشان هم ناس كبيره عاشت فتره طويله فجيلها المرض اللي بيعيش فتره طويله اللي هو الكرونيك ديزيز. سؤال رقم 9، وان اوف ذا فولوينج از انكوركت اباوت ديترمينانتس اوف هيلث. حلو ديترمينانت اوف هيلث انكوركت، انا عايز حاجه غلط. ماشي تعال نشوف، اولا they don't exist in isolation from each other،
ده حصل فعلا، هما فعلا بيكونوا موجودين دايما مع بعض، يبقى دي إجابة صحيحة. أنا عايز إجابة الغلط. They define as a range of factors that influence the health status of individuals or population. ده التعريف بتاعها فعلا، يبقى دي إجابة صح. They are differentiated into three levels. هما فعلا three levels. جميل. داون سيندروم is not example. بالعكس، الداون سيندروم عندنا أو الجينيتك سيندرومز تعتبر واحدة من ضمن الحاجات اللي بتؤثر في كونك شخص هيجيلك المرض أكتر ولا من غيرك. طيب يبقى الإجابة الصح في سؤال رقم 9 هتبقى دي. سؤال رقم 10. One of the following is incorrect about the public health. تعال نشوف. أولا it is the responsibility of محب public health. مسؤولية وزارة الصحة. حصل. طيب أنا عايز الحاجة الغلط. ماشي. Applied to the whole population. حصل. طبعا public health ده اسمها أصلا الصحة العامة، يبقى أكيد للناس كلها. Applied to healthy persons. لا نقف بقى. لا، هي المفروض applied to the whole population، سواء كنت شخص سليم او كنت شخص مريض، فتبقى الاجابه الغلط اللي المفروض نختارها هي الاجابه سي. طيب الهيلث اديوكيشن مثال. الهيلث اديوكيشن مثال. طيب سؤال رقم 11. سكريننج تيست يوزد تو ايدنتيفاي نوت اوف ذا سبيكترم اوف هيلث. حلو. السكريننج تيست بيشتغل مع الحالات او الامراض او كونك شخص عندك مرض انت مش عارفه. ده اسمه ايه في السبيكترم اوف هيلث؟ اسمه ان ابيرنت ديزيز او بري كلينيكال. طيب تعال نشوف كده بري كلينيكال الاجابه رقم ايه. سؤال رقم 12. Marginal health defined as. حاول بقدر الامكان في الكوميت عندنا، احنا بنسوحك في الاجابات، فكر شويتين قبل ما تبدا تبص على الاختيارات، بس ما تطولش خاطر الوقت بتاع الامتحان. المارجنال هيلث اللي هي النيجاتيف هيلث ديفايند از ايه؟ المارجنال معناه ان هو شخص مش قادر يتعايش مع الواقع اللي حواليه، ومع اقل حاجه او اقل تعرض لاي حاجه بيقلب معاه بمرض. طيب هو اوير عن المرض بتاعه؟ لا، مش اوير عن المرض بتاعه، ماليش علاقه. On slightest adverse stimulus هيقلب بمريض. هو ده نيجاتيف، سلبي، مع اقل حاجه بتحصل حواليه يقول لك اي لا انا خلاص همرض بقى، شخص سلبي مش ايجابي، فبالتالي بيسموها ايه؟ النيجاتيف او مرجع على حافه الهوايه. طيب بقى سؤال رقم 12 اجابته سي. الريتن مش هنتكلم بقى عليه مش وقته خالص. الترايل اكزام هو حق فور افري انديفيديوال تو هاف نقط كير، حقك ان انت يكون عندك ايه؟ طبعا ايمرجنسي كير اللي هو الطوارئ، فبالتالي مش موجوده، فيبقى الاجابه الصح دي. نقط از ذا ريسبونسبيلتي اوف محب، مين المسؤوليه محب؟ بابليك هيلث اللي هي الصحه العامه. طيب increasing of the energy leading to obesity is example of، طبعا هي مثال للكوستيف ومثال للهوست خلاص، ولكن هي الاصح كوستيف، بس هما الاثنين يمشوا. اسئله المحاضره رقم 2 اسئله امتحان السنه اللي فاتت. سؤال رقم 1 occurrence in the community of a number of cases of disease that is unusually large or unusually unexpected. يبقى انا ما كنتش متوقع العدد ده، لكن المرض كان موجود كده بس انا ما كنتش متوقع العدد ده. ده التعريف الحرفي لكلمه epidemic. طب افتكرها ازاي يا دكتور؟ كلمه unexpected حرف الاي تفكرك بepidemic بحرف الاي. طب يا دكتور طب ممكن افتكر حرف endemic. لا، endemic معناها مستوطن، دخل وقعد وما مشاش، احنا اهل كرم، فدايما هيقول لك كلمه continuous. انما epidemic بحرف الاي معناها expected unexpected، انا ما كنتش متوقع العدد ده. طيب يبقى الاجابه الصح epidemic اللي هي بي. طيب سؤال رقم 2 الفيرالنس اوف ان انفكشوس ايجنت كان بي اكسبريسد باي ذا فولوينج فايتال ريت. مين هي الميجرمنت اللي بنحسب بيها الفيرالنس اللي هي الضروبه بتاعه المرض؟ بمنتهى البساطه الكلام ده مشهور جدا، يجيلك كسؤال في الامتحان، يا اما يطلب منك اسم الميجرمنت يا اما يطلب منك القانون نفسه. طيب الفيرالنس البتاع بتاعها اللي هو كيس فتايت ريت. طيب فين كيس فتايت ريت؟ يبقى الاجابه الصح بي. سؤال رقم 3 الباثوجينيستي اوف ان اورجانيزم is expressed by these vital rate. ايه الفيتال ريت بتاع الباثوجينيستي؟ الباثوجينيستي الفيتال ريت بتاعها اللي هو ratio of clinical to subclinical. طيب تعال نشوف الباثوجينيستي فين ratio of clinical to subclinical. اهي ratio of subclinical to clinical. طبعا المفروض الاجابه الصح clinical على subclinical، بس هتختار ايه عشان دي الاصح او الاقرب للصح. دكتور ده سؤال في الامتحان للاسف. كان سؤال بكاف الامتحان وكان مكتوب بنفس الصيغه دي بالظبط، وطلب اختارت الاختيار ده لان ده الاصح، ما فيش عندنا اختيار ثاني اصح منه. بس طبعا لو كان في عندك اختيار ثاني اسمه ratio of clinical to subclinical هتختار. سؤال رقم 4 infectivity of organism expressed by ايه بقى؟ يقول لك الانفكتيفيتي expressed by secondary attack rate. طيب يبقى الانفكتيفيتي سكندري. دكتور تتك على كلمه سكندري ليه؟ عشان سكند اتاك ريت ده بتاع الانتيجينستي اللي هو السكند. سؤال رقم 5 ديزيز ذات بيرزست ان ذا كوميونيتي ديو تو بريسنس اوف ايكولوجيكال فاكتور. يعني فكره ان في عندي ايكولوجيكال فاكتور حصل او سبب معين، فالمرض فضل عندي بيرزست، فضل كونتينيوس، دخل وقعد واستربع وما طلعش، يبقى ده كده تعريف الانديميك. يبقى سؤال رقم 5 اجابته سي. طيب ان انفكشوس ديزيز كيس فيتاليتي ريت بتمثل ايه؟ كيس فيتاليتي ريت اتفقنا قبل كده بتحسب الفيرلنس اللي هي الضروبه بتاعته، ضروبته معناها قدرته ان هو يموت فاسمها فيتاليتي ريت. طب الباثوجينيستي معناها ان هو كلينيكال تو سب كلينيكال، يعني الباثوجينيستي معناها ان كان ما فيش عليه اعراض وقلبت بنبقى عليه اعراض. انتيجينيستي او ايمينوجينيستي معناها قدرته ان هو يرجع لك مره ثانيه، يعني يجي مره ثانيه، يعني الانفكشن يجي لك مره ثانيه، فاسمها ري انفكشن ريت او اسمها سكند اتاك ريت، يعني جالك مره ثانيه. طب سكندري اتاك ريت، سكندري اتاك ريت معناها الناس الثانيه اللي هتصاب، فعشان كده ده يعتبر الميجر بتاع الانفكتيفيتي، قدرتك على انك تعدي ناس ثانيه.
طيب سؤال رقم 7. acute gastroenteritis affected a large proportion of population over wide geographic area in certain country. انا ما زلت لسه في نفس الدوله. more than previously recorded unexpected. يبقى دي كده epidemic. يبقى الاجابه الصح بي سؤال رقم 8. الباثوجينيستي measured by اهي مره ثانيه جات لك مره ثانيه اهو كلينيكال على السب كلينيكال بيضرب في رقم. لا ده هي كلينيكال على السب كلينيكال من غير ما اضرب في اي حاجه. بس رقم 8 اجابته الصح هتبقى سي كلينيكال على السب كلينيكال. بتضرب حوار ضرب في 100 ده في الانفكتيفيتي والفيلنس بس، انما الانتيجينيستي والباثوجينيستي ما فيش يوم ضرب في 100. طيب سؤال رقم 9. the following are considered agents of disease except. طيب مين ما يعتبرش ايجنت اوف ديزيز عندي هنا؟ السؤال ده كان مهم جدا على فكره وكان عامل قلبان، فبالتالي متوقع انه ممكن يجيلك مره تانية. السؤال ده هو في حركه صايعه، يعني طبعا هي الاجابه الصح مبدئيا كده هي بي خلاص، اللي هي الموسكيتو. ليه؟ الموسكيتو ما تعتبرش هي اللي بتعمل لك، يعني مش هي المرض، مش هي الولد المشاغب اللي بيسبب المصايب، لا ده هو الموسكيتو بتاخد تنقل وتحطه لك، فهي بتمثل العربيه، فالموسكيتو ممكن تعتبرها مود اوف ترانسميشن لكن ما تعتبرهاش كوست اوف ايجنت، فبتلخبط احيانا. سؤال رقم 10. In infectious disease the secondary attack rate. secondary يعني الناس التانية اللي هتصاب، يبقى ده infectivity. طيب سؤال رقم 11. In infections ratio of clinical to subclinical. ده pathogenicity. اظن انت كده بقيت عندك خلفية ايه السؤال ممكن يجيك في الامتحان بكرة. سؤال رقم 12. A disease is called endemic when it فضل عايش في المكان عندي اهو constantly. يبقى الاجابة صح سي. سؤال رقم 1 في اسئله المسابقه والفورماتيف. ديزيز اوكير ان اكسس اوف نورمال اكسبكتيشن. انا ما كنتش متوقع وزايد عن التوقع بتاعي، بقى اسمها ايبيديميك. ري انفيكشن ريت، سوري لا ري انفيكشن از رير ان ذا فولوينج ديزيز. تعال نشوف امتى الري انفيكشن يبقى رير، يعني امتى المرض ما يجيلكش تاني. لما يكون عندك ايه؟ لما يكون عندي انتيجينستي او ايمونوجينستي. مش ده التعريف بتاعه؟ مش هو المفروض الري انفيكشن ريت ده بيحسب الانتيجينستي والايمونوجينستي؟ طيب تكون الانتيجينستي بقى عاليه ولا قليله؟ يقول لك والله لو كانت الانتيجينست بتاعت سيادتك عاليه معنى كده ان المرض اول ما هيدخل جسمك المناعه هتعمل احلى رد فعل عليه محترم، وبالتالي هيبقى عندك رد فعل محترم. بعد كده الميموري سيلز تحتفظ برد الفعل المحترم ده، لما يجي الانفكشن يدخل مره تانية هياخد على قفاه ومش عارف يدخل، فمش هيحصل ري انفكشن. فبالتالي عشان خاطر ري انفكشن يبقى رير وما يحصلش لازم هاي انتيجينستي. طب لو كان لو انتيجينستي هيدخل جسمك اول مره، جهاز المناعه عبات ما ياخد باله منه هياخد باله منه متاخر وهياخد باله منه مش قوي، فيعمل رد مناعي صغير كده خفيف. ميموري سيلز تحتفظ برد المناعه الاهبل ده، فلما يجي الانفكشن يدخل مره تانية هيدخل عادي خالص. طب ورد المناعه اللي انا مسجله ده كان اهبل ومتاخر اصلا، فيحصل ري انفكشن عادي، فلازم يكون هاي. يبقى الإجابة الصح بي. سؤال رقم 4. constant present. constant يعني continuous، continuous يعني endemic. خلاص يبقى سؤال رقم 4 هتبقى إجابته endemic اللي هي إيه. طيب سؤال رقم 5. scattered cases حالات متفرقة. حالات متفرقة بحرف الاس، scattered تبقى sporadic بحرف الاس، اهي يبقى الإجابة الصح بي. طيب sudden appearance in certain excess اللي انت كنت متوقعه الاكسبكتيشن، يبقى دي كده الابيديميك، يبقى تبقى ايه؟ يبقى سؤال رقم 6 إجابته ايه. طيب سؤال رقم 7. 22 حاله من ليجونيلا. ليجونيلا ده مرض بيصيب يعني تبع فئه من الامراض بنسميها ووتر اند فود بورن ديزيز او انفكشنز. ماشي بيحصل في اول 3 اسابيع، بلاك ويزن 3 ويكس، حصل في 3 اسابيع امونج ريزيدنتس اوف بارتيكولار نيبورد. الطبيعي انه كان يبقى صفر او حاله واحده كل سنه، بقوا 22. تقول لي يبقى ده كده ايبيديميك، ما تستعجلش واحده واحده، خش على اللي بعده. سؤال رقم 8. اوفر 20 مليون بيبل وورلد وايد دايت فروم انفلونزا في 1918 ل 1919. 20 مليون شخص ماتوا على مستوى العالم وورلد وايد، ده اسمه بانديميك عشان اكتر من دوله. يبقى بي رقم 8 هتبقى بانديميك اللي هي دي. حلو يبقى رقم 8 دي. رقم 9. سنجل كيس. سنجل كيس يبقى سبورادك. فين سبورادك يا جدعان؟ يبقى 9 سبورادك، هي 9 تبقى بي. خلاص كلمه سنجل خلصانه. طيب about 60 كيس. رقم 10. about 60 كيس of gonorrhea are usually reported in this region per week, slightly less than the national average. انت متوقع ان هو كالعادة دايما خلاص بيبقى عندي فيه 60 كيس، فبقى عندي نفس 60 كيس محصلين بس اقل حاجة بسيطة، ده اسمه انديميك عشان انا متعود دايما بيحصل عندي المرض، يبقى انديميك. يتبقى عندي بقى ايه؟ يبقى عندي اللي هي 22 كيس اوف ليجونيلا دي هتحولنا المفروض تبقى ايبيديميك. بس تاك استنى شوية ليه؟ طبعا مبدئيا سيبك من كلاستر وسيبك من زينوتك. ليه وتاك استنى شوية ومخلتكش تختار ايبيديميك؟ عشان كلمة ليجونيلا دي قلت لك قبل كده ده ووتر او فود بورن ديزيز، والووتر والفود بورن ديزيز او انفكشنز بنختار لهم دايما اوت بريك. طيب سؤال رقم 11. ما هتقول دكتور طب ده تعريف الابيديميك، ما هو الاوت بريك عباره عن ابيديميك اصلا بس بيحصل في ظروف خاصه اللي هي في منطقه معينه من مكان معين في مجموعه من الناس، ده اسمه اوت بريك، بتكون مجموعه صغيره شويه، يعني ابيديميك على مستوى مصر لكن اوت بريك على مستوى مثلا منطقه اهليه.
طب سؤال رقم 11، one of the following is moderate environmental resistance disease example. المفروض انت عندك في المحاضي في اخرها في عندنا حاجه اسمها resistance outside the body، المحاضي الثانيه في عندنا امثله لللو او الفراجايل والمودريت والهاي. فالمودريت المثال بتاعها سالمونيلا بي، كان في سكيما كده كنت قايل عندي في الكورس هدور عليها وارفعها لك، يبقى 11 اجابه الصح بي. سؤال رقم 12، usual time of diagnosis is in the onset of the، امتى بنشخص؟ في بداية السستبيتي ولا الديسابيليتي ولا الريكفري ولا الكلينيكال ديزيز؟ طبعا الكلينيكال، عشان الكلينيكال دي معناها ان ظهور السيمتومز، فاول ما بيظهر على حضرتك السيمتومز بعرف اشخص سيادتك. طيب الاجابه الصح دي. سؤال رقم 13، the aggregation of cases grouped in place and time. ده تعريف الكلاستر، مهم جدا عندي لانه الكلاستر ما كانش موجود قبل كده في السنين اللي فات ولا حتى السنه اللي فات ولا النظام القديم، فده تعريف جديد. فالكلاستر تمام هو معناها كيسز متجمعه في مكان واحد وفي زمان واحد. طيب على عكس السبرادك، هما الاثنين معناهم حالات قليله على فكره، بس السبرادك حالات قليله متفرقه مش في نفس المكان والزمان، انما الكلاستر في نفس المكان والزمان. طيب سؤال رقم 14، نون باثوجينيك ايجنت ريليتد تو وان اوف ذا فولوينج. طيب كلمه نون باثوجينيك معنى كده ان هو ما عندوش القدره تماما ان هو يعمل انفكشن او يعمل ديزيز. ده تعريف مين بقى؟ ده في اول حاجه خالص في المحاضره، ده تعريف الكونتامينيشن. لا، كونتامينيشن معناها مجرد بس وجود الانفكشوس ايجنت، وجود الواد اللي هيعمل مشاغب ده او هيعمل مشاكل ده، وجوده بس حواليا، وجوده على جسمي، وجوده على المنديل بتاعي، ده اسمه كده كونتامينيشن. طيب كلمه زونوتيك انفكشن معناها ان هو مرض يصيب الحيوانات. هل شفتني بقول كده في التعريف؟ لا، يبقى لا ينفع دي ولا ينفع دي. طيب ليتنت انفكشن، كلمه ليتنت انفكشن معناها ان هو باثوجينيك مش نون باثوجينيك، هو باثوجينيك ولكنه خامل في هذه اللحظه. عارف انت اللي هو ايه، انا جامد جدا بس دلوقتي مش في المود، فهو لاي اندورمنت، فبالتالي ما تنفعش تبقى ليتنت. يبقى الاجابه الصح اوبورتونيستك، لان اوبورتونيستك هو فعلا نون باثوجينيك ما بيعملش اي مشاكل، ولكن نتيجه ظروف معينه اتقلب وبقى باثوجينيك وبيعمل مشاكل. طيب سؤال رقم 1 في الفي اي بي كويشن، الدبليو اتش او ريجنز اخبارها ايه؟ دكتوره في المحاضره اكدت انه اهم حاجه تحفظها لي في الدبليو اتش او ريجنز دي هتحفظ لي عددهم وتحفظ مصر. طيب عددهم كام ريجن؟ عددهم 6 ريجن، يبقى الاجابه الصح سي. سؤال رقم 2، وده برضو مهم جدا لان هو جديد ما كانش موجود للسنه اللي فاتت ولا في النظام القديم، الاي بي اي كالندر. الاي بي اي كالندر اللي هي الابيديميولوجيكال ويكس بتاعتنا، الابيديميولوجيكال ويكس بتاعتنا اخبارها ايه؟ يقول لك والله هي عباره عن 53 او 52 اسبوع، فهي عباره عن الاجابه الصح تبقى ايه. سؤال رقم 3، اكوردنج تو تايم ترندز، ستيل بنتكلم لسه عن كلام جديد، الموضوع ده كله جديد. اكوردنج تايم ترندز ويتش وان ريليتد تو انفايرومنتال اكسبوجر او اوكيوبيشنال اكسبوجر، الاثنين نفس المعنى. انفايرومنتال او اوكيوبيشنال اكسبوجر اسمها داي اوف ويك تايم اوف دايز، اهو داي اوف ويك اند تايم اوف داي، يعني بيقول لك ان انت في كل يوم احد من كل اسبوع بتشتغل فيه بيبدا تحس انت تعبان وقلقان وموجوع. بس طبعا هو غالبا ما بيبقاش يوم احد، غالبا بيبقى يوم في اخر الاسبوع بسبب ان انت استمريت في الضغط على ودنك او استمريت في الضغط على جسمك طول الاسبوع، ففي اخر الاسبوع كل مره في اخر الاسبوع في نفس الوقت بتتعب تاني. طيب سؤال رقم 4، تايم ترندز ان ذا ايمج از، واخد بالك حاجه من التايم ترند هنا؟ المرض بيروح بيحصل وبيروح وبيحصل وبيروح وبيحصل وبيروح، بنسميها ان هو طبعا سيزونال. خلاص يبقى فين سيزونال؟ سي. ده سؤال رقم 4 سي. سؤال رقم 5، ميزلز تايم ترند از اكزامبل اوف، حلو قوي. الميزلز دي اللي هي الحصبه، الحصبه دي اخبارها ايه؟ يقول لك والله الحصبه دي قعدت فتره طويله جدا بتمثل مرض مهم جدا وعامل ازمه عالميه عندنا في الصحه بتاعتنا، فبالتالي حاجه قعدت فتره طويله بنسميها سيكولر، يبقى سيكولر معناها لونج تيرم فاريشن، يبقى الاجابه الصح هتبقى سيكولر. طيب اكوردنج دبليو اتش او ريجنز، مصر موجوده في اي ريجن؟ ودي الجمله الثانيه المهمه المفروض تحفظها، وغير كده ارمي بقى الريجنز، يعني مش محتاج تحفظ كل ريجن في كام دوله والهبل ده. طيب مصر موجوده في اي ريجن؟ موجوده في ريجن اسمه ايستر ميديترينيان، اهو ايستر ميديترينيان اللي هو سي. ماشي ادخل معايا على السؤال رقم 7، اوتلاين ذا كرايتيريا تو ديترماين البابليك هيلث ايمرجنسي از ذا امبورتنس اوف، واحده واحده. المفروض برضو دي من الحاجات الجديده، احنا في عندنا ثلاث مسميات جداد، ال WHO اخدتهم بالتفصيل اللي هي منظمه الصحه العالميه، ال WHO عملت حاجه اسمها IHR International Health Regulation، والانترناشنال هيلث ريجوليشن هي اللي وظيفتها ان هي تقول ما هي الخصائص التي بناء على وجودها او عدم وجودها نقول ان الحاله اللي احنا فيها حاله خطر طوارئ، حاله طوارئ according to the public health. فبالتالي مين اللي بيقول الكرايتيريا؟ يقول لك والله بيقول الكرايتيريا هي الاي اتش ار. مين الاي اتش ار؟ اتفقنا اسمها انترناشونال هيلث ريجوليشن. طيب تعال نتكلم على اللاوس، اللاوس مثال لايه؟ اللاوس مثال لايه؟ تعال نشوف، هل مثال للانفستيشن؟ كلمه انفستيشن معناها بارازيتك انفكشن بس كده، يعني بدل كلمه انفكشن، انفستيشن هي نفسها بالظبط انفكشن بس ما بين قوسين هي بارازايت بدل ما تقول لي انفكشن، فبالتالي المثال بتاعها هيكون اي بارازايت، فاللاوس ده بارازايت اصلا، فبالتالي البارازايت مثال لتعريف البارازايت. مين تعريف البارازايت؟ اللي هو الانفستيشن. يبقى سؤال رقم 8 اجابته ايه؟ سؤال رقم 9، نيوموسايتس كاريني، كاريني بلس حاجه اسمها سايتوميجالو فيروس، الاثنين بحرف السي اهو، بلس حاجه اسمها
التوكسوبلازما بتاعت القطط خلاص اللي هي بتاعت الكاتس برضو بحرف السي، التلاتة سي دولت بمنتهى البساطة أمثلة للأوبورتيونستيك. فبالتالي أهو انفستيشن لأ، المفروض تكون بارازيت، ده مش بارازيت أصلا، ليتنت لأ، أوبورتيونستيك. يبقى الأوبورتيونستيك انفكشن أمثلة تلاتة سي. طيب سؤال رقم 10، presence of infectious agent on body surface، مجرد وجود الايجنت مش جوه سيادتك لأ حوالينك، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه contamination. فين كلمة contamination؟ مش لاقي كلمة contamination، اذا الاجابة الصح هتبقى دي، none of the above، لازم تكون كلمة contamination. هيربس زوستر مثال لايه؟ الهيربس زوستر والتي بي امثال للليتنت. خلاص فين الليتنت؟ اهو ادي الليتنت، يبقى الاجابة الصح بي. طيب one of the following is correct about التي بي، تعال نشوف. التي بي عنده low environmental resistance، اتقي الله، التي بي الدرن عنده مقاومة ضعيفة للانفايرمنت؟ لا طبعا، ده مقاومته قوية جدا، ده التي بي المفروض ان هو اصلا هاي، مايكوبكتيريوم تي بي دي هاي. طيب has moderate environmental resistance، برضو لا، بقول لك هاي، يبقى لا low ولا moderate. طب مثال الاوبورتيونستيك ولا مثال الليتنت؟ الدكتور محفظني الاوبورتيونستيك 3 سي، هل التي بي فيها حرف سي؟ لا، يبقى هي ليتنت، يبقى الاجابة الصح دي. طيب كده احنا خلصنا اسئله الام سي كيو، خش على بس الايه ترايل اكزام كده سريعا. سؤال رقم 1، opportunistic infection example include التلاته سي بتوعنا، يلا. هيربس زوستر لا، تي بي لا، التوكسوبلازما الكاتس يبقى هي دي. طيب سؤال رقم 2، ال اتش او اوف ذا ايستر ميديترينيان دبليو اتش او ريجن از ان، دي ذات محاضره وسؤال مهم، مصر طبعا اكيد، يعني لازم يكون في عندنا شويه تواضع يعني. فبالتالي اللوكال هيلث اوفيس بتاعنا للدبليو اتش او اللي موجود على مستوى منطقه الايستر ميديترينيان عندنا احنا في مصر، ماشي، احنا المسؤولين يعني في المنطقه دي. فبالتالي سؤال رقم 2 اجابته الصح سي. المحاضره رقم 3، اسئله امتحان السنه اللي فاتت، سؤال رقم 1، which of the following is less dangerous source of infection. less dangerous يبقى انت بتتكلم على السيفير كيسز، يبقى الاجابه الصح ايه؟ ليه يا دكتور؟ كل ما المرض كان شديد عليك كل ما انت هتقوم اي من مكانك ورايح للدكتور تكشف، فلما تروح للدكتور تكشف هنعرف ان سيادتك مريض فاديك علاج، فتاخد علاج فتخف، بدل ما تبقى انت عندك المرض المايل سيمتومز، او حتى انت مش عارف ان انت عندك المرض فطبعا مش هتروح للدكتور، مش هتاخد علاج، فتمشي توزع الانفكشن. سؤال رقم 2، ذا موست دينجرس بقى سورس اوف انفكشن، زي ما قلت لك هتقول المايلد، لا ده الاتيبيكال كمان اخطر واخطر. ليه؟ لان بمنتهى البساطه في حاله الاتيبيكال سيادتك للاسف كمان مش عارف اصلا انت عندك المرض زي ما اتفقت، فالمايلد كيس لو انت عندك دم شويتين وحاسس بشويه وجع هتروح للدكتور، انما في حاله الاتيبيكال كيس انت اصلا مش عارف انت عندك ايه، ومش عارف تروح لدكتور ايه، والدكتور نفسه مش عارف يشخصك اصلا تشخيص صح، فبالتالي هيديك دواء غلط، فبالتالي مش هيخليك تخف من المرض اللي انت فيه، فتمشي تعدي الناس كلها. فالاتيبيكال هو اخطر حاجه. طيب سؤال رقم 3، على فكره السؤالين دول مهمين جدا واتكرروا كتير جدا في امتحانات السنه اللي فاتت. ذا شورتست انكيوبيشن بيريود الاستاف، برضه مهم جدا، من نص ل 8 8 ساعات. سؤال رقم 4، مود اوف فيرتيكال ترانسميشن اوف ديزيز، هل هو الكونتاكت ولا الاير بون ولا الارثوبود ولا الجينيتك؟ لا، الاجابه الصح جينيتك، ده المفروض ان هي تبقى دي، ماشي. بس سؤال رقم 4 اجابته الصح دي، ده هي المفروض هنا ايه اصلا، ده هي دي، ماشي. سؤال رقم 5، كاريرز ار امبورتنت ريزرفوار اوف انفكشن بيكوز، حلو قوي، الكارير ليه خطر قوي؟ هتقول دكتور ده مش موجود، دي زيادة محاضره ومهمه جدا وجت قبل كده كتير جدا في امتحانات السنه اللي فاتت. طيب واحده واحده بقى، وهي ممكن تستنبطها اصلا. الكاريرز اللي هم الناس اللي عندهم القدره ان هم ينقلوا المرض، فهم خطرين جدا. ليه؟ لان زي ما اتفقنا رقم 1 عددهم كبير، عددهم اكبر من عدد الكيسز، فدي اجابه صح. رقم 2، they can be diagnosed clinical، لا ما اقدرش اشخصهم clinical، لا بقول لك ان هو اصلا كارير ما عندوش اصلا اعراض. الديوريشن بتاعهم شورت، لا عادي خالص. they move freely in the community، جدا جدا جدا، ما انت ما شخصتهمش اصلا ان هم مريضين، فبالتالي انت ما حبستهمش ولا اديتهم علاج. they accept doing investigation easily، لا طبعا مش هيروح يعمل اي تحاليل ان هو اصلا مش شايف ان عنده اعراض. طيب هل بقى عددهم equal لعدد الكيس؟ لا، هم عددهم اكبر من عدد الكيس، يبقى الاجابه الصح دي. بس رقم 5 اجابته الصح دي. طيب اخر سؤال عندي اللي هو الكاريرز ار characterized by the following except have infective agent in their bodies، ما هو عشان خاطر يقدر ينعدي يبقى لازم يكون الانفكشن موجود جواه، وممكن يكون براه بس هو ممكن يكون جواه عادي. important for spread of disease، طبعا ده هو اصلا احيانا بيكون اهم من حاله الكيسز في حاله المنينجايتس. have mild manifestation of the disease، لا ما عندوش. difficult to be diagnosed، طبعا لان هو مفيش عليه اصلا اعراض فبالتالي صعب قوي انك تشخصه، يبقى طبعا الحاجه الغلط طبقا للكاريرز هي الاجابه سي. سؤال رقم 7، the following condition are described as carrier state except، تعالى نشوف الكونديشنز عندي اللي تتوصف عن انها كارير. person shedding disease agent only during incubation period، ده يعتبر كارير عادي جدا، اسمه اصلا incubatory carrier. طيب اللي بعده، person under treatment for clinical disease، لا هو المفروض ان ما عندوش clinical. طب سي، person shedding disease agent even after clinical cure، بنسميه convalescent، ده نوع من انواع الكارير. person never having any symptoms or signs ولكن shedding disease agent، ده بنسميه asymptomatic او الهيلثي، يبقى الاجابه الصح بي.
يبقى دايما انت بتعرف الاجابه صح وتشيك على باقي الاجابات عشان خاطر تعمل استبعاد تختار الاجابه دي الاجابه الاصح، يبقى الاجابه الصح بي او الاصح بي. ماشي. سؤال رقم 8، not a mode of direct transmission of infectious disease، الدروبلت ولا كونتاكت مع السويل ولا ترانسبلاسنتال ولا دروبلت نيوكلياي. طيب مين ما يعتبرش دايركت؟ دروبلت نيوكلياي دكتور. طب هو الدروبلت انفكشن، ما هي دروبلت نوعين دايركت وان دايركت، فالدايركت فالدروبلت ممكن يعتبر دايركت. طيب كونتاكت والسويل، الكونتاكت المفروض ان هو دايركت عادي، يعني تيجي تبص على الجدول بتاعك بتاع الدايركت وان دايركت تلاقي كونتاكت موجود مع الدايركت. طيب ترانسبلاسنتال دي فيرتيكال، والفيرتيكال دايركت بس اصلا، يبقى هي الاجابه الاصح دروبلت نيوكلياي. يعني دروبلت نيوكلياي ده اصلا نوع من انواع حاجه اسمها الايربورن، وده اصلا ميلي 100% نون دايركت ترانسميشن. سؤال رقم 9، في ناس ممكن تلخبط وتختار ده، بس الاجابه الصح دي. سؤال رقم 9، carriers are dangerous because، ما خلاص احنا قلنا قبل كده، in some disease they can be call center operator، ما نسمعش حاجه زي كده، their number is much larger than cases، تنفع، they are infective for short time، لا، they don't discharge the... امال هم اسمهم ايه؟ ده هو التعريف بتاعهم ان هم بيديسشارج او بيترانسميتوا اصلا infection، they show clinical manifestation، لا، يبقى الاجابه الصح ان عددهم اكبر بكتير من عدد الكيسز. يبقى السؤال رقم 9 اجابته الصح بي. طيب اللي بعده، التيفويد فيفر مثال لايه؟ temporary carrier ولا chronic ولا transient؟ انت ما عندكش اصلا كلمه transient. حلو، مثال بقى للتيمبراري ولا مثال للكرونيك؟ المثال طبعا بتاع التيفويد ده مثال للكرونيك. سؤال رقم 11، those who never experience symptoms على الرغم من ان هم infected، تقول لي بس يبقى دول carrier لان الكارير ما فيش عليه symptoms ولكنه عنده القدره على infection. لا، خلي بالك، في عندي انواع من الكارير زي التيمبراري كارير او الكونفاليسنت كارير او الانكيباتي كارير، انا كده كارير فتره معينه وبعد كده هقلب بكيس. في الحته اللي انت بتتكلم فيها دي انت بتقول لي نيفر هيبقى عنده سيمتومز، يعني مش هيقلب ويبقى عنده سيمتومز، مش هتنفع كونفاليسنت، مش هتنفع تيمبراري، مش هتنفع كرونيك، مش هتنفع حتى انكيوباتري. المثال الوحيد اللي ينفع يكون تعريف للقصه دي اسمه الاسيمتوماتيك كارير او الهيلثي كارير، يبقى ده تعريف الهيلثي او الاسيمتوماتيك كارير. ليه؟ عمري في حياتي ما هقلب بسيمتوماتيك او عمري في حياتي ما يبقى عندي سيمتومز ولكن عندي القدره ان انا انقل الانفكشن. يبقى بالتالي طبعا اسيمتوماتيك او هيلثي، موجود موجود مش موجود، خلاص الاجابه الصحيحه. سؤال رقم 12، according to zoonosis all the following are examples except، احنا بنتكلم على امراض بتنقل ما بين الحيوانات وبعضها او من الحيوان للانسان. طيب الميزلز ماشي، سواين انفلونزا ماشي، البروسيلا ماشي، البليج ماشي، واحده واحده. سواين انفلونزا ده هو اصلا انفلونزا خنازير، يبقى جالي من الخنازير، شكرا، يبقى دي كده زونوتيك. البروسيلا انت ما خدتهاش قبل كده، والبليج الطاعون ده بيجي لنا عن طريق الراتس، فبالتالي انت عارف ان هو خلاص ايه زونوتيك. طب الميزلز الحصبه، لا الميزلز الحصبه ان انا اعطس في وشك، صح، مش ده اول حاجه تاخدها في الانفكشن، فبالتالي انت لما تيجي تدرس الانفكشن هتعرف ان الميزلز ما فيش فيها اصلا زونوزس خالص، ما فيش فيها حيوانات، ده انت حتى لما تيجي تتكلم على الريزرفوار بتاعها هتقول لي اونلي هيومن، الكوستيف ايجنت بيعيش بس في البني ادمين، بيعيش اصلا في الحيوانات، فالاجابه الصح هي ميزلز. خلاص يبقى الاجابه الصح رقم 12 هي ايه؟ اللي هي ميزلز. طيب اسئله بقى المسابقه والفورماتيف والمحاضرات والحاجات دي كلها. سؤال رقم 1، كومون فيكل اوف فود بورن ديزيز انكلود اول ذا فولوينج اكسبت، خلي بالك كومون فيكل لمين؟ للفود بورن ديزيز بشكل عام. خلاص اوكي، يبقى كل حاجه بتنقل عن طريق الاكل تبقى معاك من ضمن الاختيارات، البوليو عن طريق الاكل، السالمونيلا عن طريق الاكل، انتبه سيوتك عن طريق الاكل، تي بي لا، تي بي ده عن طريق العطس، تي بي ده مرض دروبلت. ماشي. سؤال رقم 2، الفلاي اللي هو الدبان كارينج الشيجيلا از اكزامبل اوف، تعال نشوف كده، بيولوجيكال ترانسميشن، كلمه بيولوجيكال معناها انه هيحصل حاجه للمرض جوه الدبانه، وده مش بيحصل. بيولوجيكال لا، بيولوجيكال لا، بيولوجيكال لا، هي ميكانيكال لان الدبانه بتاخد المرض زي ما هو تحطه في مكان تاني بس. طب ميكانيكال ترانسميشن او ميكانيكال ترانسميشن، فيرتيكال مود ولا كونتاكت مود؟ لا، هي في ميكانيكال ترانسميشن او فيرتيكال مود، سوري اوف كونتاكت مود. الفيرتيكال ده ملوش علاقه خالص بالدبان ولا بالحشرات، الارثروبود تعتبر كونتاكت مود طبقا للجنرال ابيديميولوجي. بعد كده لما تمشي في اخر الشابتر هتلاقي بيقول لك لا، في عندنا حاجه اسمها كونتاكت لوحدها وحاجه اسمها ارثروبود لوحدها، ودي نقطه مهمه جدا. فلو جبت لك في الام سي كيو وقلت لك هم اربعه ولا ثلاثه مود اوف ترانسميشن تقول لي هم اربعه، عندي في دروبلت فود بورن كونتاكت ارثروبود، ولكن لو لقيت الكلام في الاختيارات ماشي ان مفيش عندك اوبشن الارثروبود وسايب لك كونتاكت بس، اختار الكونتاكت لان هو ضايف الارثروبود تحت الكونتاكت. تمام. سؤال رقم 3، vertical mode of transmission include all the following examples except A measles HIV polio syphilis hepatitis B. طبعا انت ما خدتش hepatitis B اصلا، والميزلز هتاخدها بالتفصيل هي والاتش اي في، وهتاخد بالتفصيل بوليو، ما خدتش برضه بالتفصيل السيفلس، بس اخدت دول بالتفصيل. وانا بشرحك بالتفصيل هقول لك ان كل في السكيب بتاعت الانفكشن كل الفود بورن انفكشنز ما فيش فيهم اصلا فيرتيكال، والبوليو يعتبر فود بورن فما فيش فيه اصلا في فيرتيكال، يبقى رقم 3 اجابته الصح سي. طيب زونوتيك ديزيز اكزامبل ودروبلت اكزامبل وفيرتيكال اكزامبل، طب فيرتيكال اكزامبل اتش اي في اهو، شكرا، يبقى رقم 6 اجابته ايه؟ طيب دروبلت، دروبلت تعالى نشوف كده، ميزلز حصبه،
طيب الزينوتك عايز حاجه كلها علاقه بالحيوانات، يبقى البروسيلوس. يبقى سؤال رقم 4 هتبقى ايه؟ 5 دي و6 هتبقى ايه؟ طيب ال في اي بي كويشن، infections with period infectivity ends with the convalescence have not carrier. الحته دي انا عارف انها رخمه شويتين، بس مكتوب عندك بالنص في الكتاب الورق بتاعك اللي انت بتذاكر منه سواء نوت او باور او مذكره بتاعتنا، فخلي بالك معايا عشان دي مهمه قوي. لما اقول لك ان البيد اكتيفيتي انتهت مع الكونفاليسنس، يبقى انا بمنتهى البساطه بقول لك ان هو تمبوراري كارير. طب لو ده انتهت مع الكلينيكال كيور، هقول لك ان هو مش كونفاليسنت كارير اي حاجه، بس مش كونفاليسنت لانه انتهت مع الكلينيكال كيور خفيت خلاص، انما الكونفاليسنت معناه ان انت كملت بعد المرض بشويه حلوين. طيب ولو قلت لك ان هو اكستند، ان البيريد اوف اكتيفيتي اكستند فضلت شغاله بعد الكونفاليسنس، بدا اسمه كرونيك كارير. ليه؟ عشان بتقعد فتره طويله، كلمه كرونيك معناها فتره طويله. وطبعا اشهر امثله اللي هو التايفويد. طيب البرتاسس تتنقل عن طريق ايه؟ عندك كذا مود اوف ترانسميشن، فود بورن، كونتاكت، اير بورن، اختار انت عايزه. يقول لك والله البرتاس ده اللي هو بمنتهى البساطه انت تاخده بعد كده اصلا في الانفكشن اللي هو السعال الديكي، ده بينتقل عن طريق الدروبلت. طيب هل بقى دروبلت دايركت ولا اندايركت؟ لان كلمه اير بورن معناها اندايركت دروبلت. يقول لك والله بمنتهى البساطه البرتاسس بيتنقل عن طريق دايركت دروبلت، فبالتالي للاسف هتضطر تختار دي عشان انت ما عندكش دايركت دروبلت. سؤال رقم 3 بيتكلم على تشين اوف انفكشن. سريعا، تشين اوف انفكشن معناها ايه؟ الفتى المشاغب الذي يسبب مصايب، ده اللي هو الكوستيف ايجنت، جاي عشان يضربك صح؟ حلو. فعشان يجي يضربك لازم اول حاجه يخرج من بيته، فيبقى اسمها بورتال اوف اكزيت، وبعد كده يركب عربيته اللي هي اسمها المود اوف ترانسميشن، وبعد كده يدخل بيتك عشان يضربك اللي هي بورتال اوف انتري. انت تفتح الباب او لا اسمها سستيبيليتي، وانت لما تتضرب انت اسمك هوست. طيب في نقطة بس نسينا نقولها، اللي هي الريزرفوار، المستودع او البيت اللي هو بيخرج منه. اخر خطوة فيهم كانت مين؟ كانت انت لما تتدرب صح؟ يبقى الهوست. طيب نقطة رقم 4، all the following are indirect mode of transmission except الايربورن، ده indirect. الفيرتيكال هي دي الاكسبت. الفيكتور والفيكل، الفيكتور معناها حاجة حية هتنقل الكوستيف ايجنت، والفيكل معناها حاجة غير حية هتنقل الكوستيف ايجنت، فهم الاثنين معناهم نقل او حركة، يبقى فيه كده مسافة هنمشيها، والايربورن معناها برضو ان في مسافة، يبقى الاجابة الوحيدة اللي هي تعتبر دايركت هي الفيرتيكال. هو عايز يقول لك كلهم اندايركت اكسبت، يبقى عايز مين فيهم دايركت؟ اللي هي الفيرتيكال. يبقى سؤال رقم 4 بي. سؤال رقم 5، all the following are examples of indirect mode of transmission except، نفس القصة، يبقى انا عايز مين الدايركت؟ بس انا بقى مش مديك الاسماء، لا هنا مديك امثله حقيقيه انفكشنز. المفروض ان انت بمنتهى البساطه في السؤال رقم 5 عارف سلمونيلا وميزلز وشيجيلا ومنينجوكوكا مينجايتس هنا قبل حتى ما نروح هناك في الانفكشن. طيب انت عارف ان الميزلز والانفلونزا هما الاثنين يعتبروا ايربورن، فدي تعتبر اندايركت. تعال نكتب اهو، يبقى دول اندايركت ماشي. انت عارف ان الشيجيلا والسلمونيلا فود بورن، وانت عارف ان الفود بورن كله عباره عن فيكل، واحنا لسه قايلين حاجه ان الفيكل معناها المسافه هنمشيها، يبقى دول كلهم عباره عن بمنتهى البساطه اندايركت. يبقى الوحيد اللي يعتبر دايركت مين؟ هو المينينجوكوكا المينجايتس، هو والبرتاس الاثنين يعتبروا دايركت دروبلت. طيب اخر حاجه يقول لك الدرايد انفكشوس ماتيريال اند سسبندد ان اير، معلقه في الهواء بسبب ان انت كنست عملت سويبنج فرجعت اتعلقت في الهواء. ده تعريف ايه؟ ده تعريف بمنتهى البساطه حاجه اسمها الاير بورن داست، مش النيوكلياي. تعال ندور، النيوكلياي لا، دايركت لا، اير بورن ماشي، بس انا عايز اير بورن داست ما قيتهاش، اختار اير بورن. يبقى الاجابه الصح سي. خلاص all the following are factors affecting the incubation period ما عدا بورتال اوف اكزيت. ليه؟ هو المفروض بورتال اوف انتري، هي دي كل القصه. يبقى الاجابه الصح ايه؟ سؤال رقم 8، الليبروسي از نوت، ده اطول انكيوبيشن بيريد اللي هو الليبروسي، فالليبروسي انكيوبيشن بيريد اخبارها ايه؟ اب تو 10 ييرز، مش موجوده عندي. خلاص يبقى نون اوف ذا ابف از كوركت. يبقى سؤال رقم 8 هتبقى ايه؟ سؤال رقم 9، التايم بتوين الانتري اوف اورجانيزم اند بينج انفكشوس، يعني من لحظه دخوله وستك بقيت انفكشوس، ده اسمه ايه؟ يبقى سؤال رقم 9 ده اسمه الليتنت بيريد. طيب ما بين دخول الاورجانيزم وستك ظهرت اعراض اسمها انكيوبيشن بيريد. طب الفتره انت ممكن تعدي فيها ناس ثانيه اسمها انفكتيفيتي، بيريد انفكتيفيتي. سؤال رقم 10، الاوت بريك بتاعت الليجينيلا، فاكرين كنت بقول لكم الليجينيلا عباره عن فود بورن اند ووتر بورن، فدايما بيحصل معاها اوت بريك في اسئله المحاضره الاولى او اعتقد الثانيه. anyway الاوت بريك اوف الليجينيلا از اكزامبل اوف انيمال ريزرفوار ولا هيومن ريزرفوار ولا انفايرمنتال ريزرفوار ولا واحده من دولت؟ لا هي عباره عن مثال الانفايرمنتال ريزرفوار. ليه؟ ما هو الاكل والشرب والميه والحاجات دي كلها ده يعتبر ميه، دي تعتبر انفايرمنت، محيط بيك، النهر ده يعتبر محيط بيك. طيب سؤال رقم 11، وان اوف ذا فولوينج از انكوركت. طيب تعال نشوف كده يعني مين بينقل ايه. يقول لك والله الرودنت هينقل بليج، لا الدوجز هتنقل هايديتد، لا الكات هتنقل بروسيلوز، لا الرودنت تنقل بروسيلا. ده عندي المفروض تحفظ زي اسمك لانه ده يعتبر واحد من الاسئله المشهوره جدا ممكن تجيك في الامتحان عادي جدا. انترناشونال كارانتين ميجرز ار يوجوالي فور، طبعا اشهر مثال عندي الانترناشونال كارانتين هو اليلو فيفر، هتاخدوه ان شاء الله بعد الميد تيرم. طيب الاجابه الصح بيه. سؤال رقم 13، according to persons who excrete the infectious agent for indefinite
بيريود يعني يفضل طول الوقت بيطلع انفكشوس ايجنت لفتره غير معلومه، فتره طويله جدا. طيب 1 از كوريكت، التيفويد يعتبر مثال لانه ده تعريف مين؟ ده تعريف الكرونيك، واحنا متفقين ان امثله الكرونيك هي التيفويد، فبالتالي مفيش مشكله، يبقى المثال عندي هو تيفويد. سؤال رقم 14، هيلثي كارير كاركترايزد باي انفكتيف دورينج انكيوبيشن بيريد، لا ده طول الفتره كلها ما عندوش اصلا، مش هيظهر عليه اصلا اعراض، فمش عنده اصلا حاجه اسمها انكيوبيشن بيريد. بيرسونز هو جيت سب كلينيكال انفكشن فروم بوليوتد انفايرمنت ان انديميك ديزيز، ما اعرفش ايه الكلام ده. كونتاكت اوف كيسز هو جيت سب كلينيكال انفكشن، مخاطط وجاله سب كلينيكال انفكشن ممكن. انفكتيف افتر ريكفري، لا مستحيل، لان هو اصلا كده مش هيجيله المرض، يبقى فاضل عندك بي وسي، تختار مين فيهم. بيرسونز هو جيت سب كلينيكال انفكشن، هو كده سب كلينيكال انفكشن من بوليوت انفايرمنت، منطقي ممكن. ولا كونتاكت اوف كيسز هو جيت سب كلينيكال انفكشن، هو هنا بيقول لك ان انت ستك مخالط والحاله نفسها عندها سب كلينيكال انفكشن، مش انت اللي عندك سب كلينيكال انفكشن، لا ده انا اللي عندي سب كلينيكال انفكشن، الاجابه الصح بي، انا مش مخالط. طيب الانكيوبيشن بيريود اوف كوميونيكابل ديزيز بلاي كروشال، يعني دور مهم يعني ان ديتيرمايننج ذا ديوريشن اوف نقط. الانكيوبيشن بيريود مهم عشان خاطر ايه؟ مهم عشان خاطر بمنتهى البساطه نعرف حاجه اسمها السيرفيلانس. لما تيجي تاخد الانفكشن تلاقي دايما مكتوب لك في الانفكشن سيرفيلانس فور ماكسيمم انكيوبيشن بيريود. طب البيريد اوف اكتيفيتي مهم عشان خاطر ايه؟ بيريد اوف اكتيفيتي مهم عشان خاطر الايزوليشن. طيب سؤال رقم 16، ميك ذا بيست اوردر ريجاردينج مور دينجرس، مين الاكثر دينجرستي كده؟ الاكثر دينجرس الاتيبيكال، وبعد كده المايلد. طيب ادور على الاتيبيكال، الاقي الاتيبيكال موجوده في السي، طيب اتيبيكال، وبعد كده كارير، لا 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 يبقى كده في حاجه غلط. طب تعال نشوف كده كارير وبعد كده اتيبيكال. دكتور هو انت ما قلتليش اصلا الكارير اخباره ايه؟ الكارير اخطر من اي حاجه، فكارير اتيبيكال مايلد. طب نرجع ندور تاني على الكارير الاول، يبقى يا اما بي يا اما دي، ننسى بقى خالص دي. طيب لقيت عندك كارير وبعدها تيبيكال او كارير بعدها اتيبيكال، لا يبقى الاجابه الصح دي، لانه كارير الاول وبعد كده اتيبيكال وبعد كده تيبيكال، لانه ترجع كده اتيبيكال اخطر من المايلد. طيب امال ايه تيبيكال ده؟ ما هو التيبيكال يقسم الى مايلد ومودريت وسيفير. سؤال رقم 17، كابل اوف ترانسميتنج انفكشوس از كاركتر اوف، قادر على ان هو ينقل العدوى، ده تعريف الكارير. دكتور انا الكيس ما بينقلش العدوى، بينقل بس ده تعريف الكارير، يبقى الاجابه الصح بيه، الكيس عنده القدره، بس الكيس تعريفه الاساسي النقطه الاساسيه اللي لما تكون موجوده اقول ان انت كيس هنا عندك سيمتومز، النقطه الاساسيه اللي تكون موجوده عشان اقول ان انت كارير انك تكون عندك القدره انك تنقل المرض. سؤال رقم 18، فاكتورز افكتنج السسبتبيليتي، يقول لك والله الفاكتورز اللي افكت سسبتبيليتي الجينيتك، لو انت عندك الجين بتاع المرض زي البريست كانسر هيجي لك البريست كانسر، سبيسيفيك اميونيتي ونون سبيسيفيك اميونيتي، يبقى الاجابه الصح اول اوف ذا ابوف. ماشي. سؤال رقم 19، مش عارف الاسئله ما بتخلصش ليه، تريس سورس اوف انفيكشن از ابيديميولوجيكال امبورتنس اوف، انك تتقفى اثر الانفكشن، ده مهم عشان خاطر ايه؟ يقول لك والله ده سوري ده اهميه ايه؟ اهميه الانكيوبيشن بيريد. ليه؟ لانك انت لما تبقى عارف ان المرض ده الانكيوبيشن بيريد بتاعته الفتره ما بين دخول الاورجانيزم جسم سيادته وظهور الاعراض 10 ايام، تساله انت من 10 ايام كنت فين؟ فاشكر لك انت اهو، انت كده تقفيت اثر المكان اللي جاله منه الانفكشن، سالته من 10 ايام كنت فين؟ لو كان الانكيوبيشن بيريد مثلا 5 ايام هتقول انت من 5 ايام كنت فين؟ لو فرضا ان هو النهارده اول يوم بيظهر عليه اعراض. طيب سؤال رقم 20، وخلينا متفقين انت ما عندكش اصلا كلمه ابيديميولوجيكال امبورتنس لاي واحد من البيريودز غير هو اصلا انكيوبيشن بيريود بس. سؤال رقم 20، all the following are component of chain of infection except، تعال نشوف الكاريرز ولا الانتيبيوتيك ولا الهوست ولا انكيوبيشن بيريود ولا المود اوف ترانسميشن. مود اوف ترانسميشن معانا، انكيوبيشن بيريود معانا، لان في عندنا رقمين مهمين انكيوبيشن بيريود وبيريود اوف اكتيفيتي، الاثنين معانا من ضمن المود اوف من ضمن الشين اوف انفكشن، يعني الشين اوف انفكشن عباره عن ست حاجات اساسيه بلس رقمين انكيوبيشن بيريود وبيريود اوف اكتيفيتي. طيب انتيبيوتيك ده العلاج تريتمنت، هل من ضمن شيف انفكشن تريتمنت؟ لا طبعا، يبقى الاجابه الصح بي. طب هل من ضمن انكيوبيشن بيريود سوري هل من ضمن شيف انفكشن الكارير؟ عادي جدا مفيش مشكله. طيب تعالى كده مثلا رقم 21 كلاسيفيكيشن، مش احنا من عندنا في حاجه اسمها الهوست، والهوست ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون كارير او ممكن يكون كيس. سؤال رقم 21، كلاسيفيكيشن اوف كاريرز اكوردنج تو ريليشن تو كلينيكال بيكتشر اوف ذا ديزيزز ذير ار، احنا في عندنا تقسيمتين للكاريرز، تقسيمه اكوردنج تو ديوريشن عشان تقول لي والله ده تمبرري فتره صغيره او فتره طويله اللي هي الكرونيك، وتقسيمه ثانيه اكوردنج تو ريليشن تو كلينيكال بيكتشر اوف ذا ديزيز ودي تقول لي فيها انكيوباتري او كونفاليسنس او اسيمتوماتيك، يبقى هنا في كام تايب؟ ثلاثه. طيب سؤال رقم 22، all the following infections are example of contact mode of transmission except، كلهم عباره عن كونتاكت مود اوف ترانسميشن ما عدا البيهيزيس ولا الملاريا ولا الشيجيلا ولا السيفلس. طبعا الاجابه الصح تبقى بمنتهى بساطه الشيجيلا، لان الشيجيلا دي تعتبر فود بور. طيب ده سؤال رقم 22، سؤال رقم 23، التيتانوس ترانسميتد ثرو، ازاي ننقل التيتانوس؟ في الكونتاكت انت عندك فيه طريقتين للكونتاكت، في عندنا حاجه اسمها كونتاكت عن طريق ان جلدك يكون مقطوع يكون انجرد او يكون سليم يكون انتاكت، حلو كده؟ طيب
شوف بقى هو هنا بيقول لك ايه التيلس تتنقل عن طريق ايه؟ التيلس دي بتاعت الطينه، بتاعت الطينه دي بتتنقل عن طريق ان يكون جلدك يكون مكشوف، ما يكون متعور اي تعويض، يقول لك بسرعه روح عقمه. ليه؟ عشان بنخاف من التيتنس بتاعت الطينه. فبالتالي لازم يكون المثال عندي انجرد. فين انجرد سكن؟ اهو ادي انجرد سكن، يبقى الاجابه الصح اهي. طب ده في عندي انجرد تانيه هنا ايه؟ طيب انجرد بالفيكتور ولا انجرد بالاورجانيزم؟ سؤال جميل. انجرد بالاورجانيزم مش بالفيكتور. خلاص؟ طيب يبقى انا عندي انجرد ب الاورجانيزم، مش عندي حاجه اسمها انجرد بالفيكتور، انا مش عايز حاجه من الفيكتور، والتيتانوس اصلا ما بيتنقلش عن طريق فيكتور، التيتانوس اصلا ما هوش ارثروبوتيك انفكشن عشان يتنقل عن طريق فيكتور، فبالتالي الاجابه الصح هي دي. طيب سؤال الله كده خلصنا خلاص اهوت الترايل سؤالين سريعين اهو. According to Bayes infectivity it include all the following except it start in the last days of incubation period. ممكن variable طبعا في ارقام مختلفه هناخدهم اصلا في الانفكشن حد ما تزهق من الارقام كلها اللي ربنا خلقها في الدنيا. it may start with the start of the symptoms احتمال، يبقى الاجابه الصح all of the above. سؤال رقم 2 all the following is mode of transition for long distance except، طبعا هي mode of transmission المفروض. طيب for long distance except، long distance معناها بيقول لك قول لي الاندايركت، except يبقى انا عايز الدايركت. ايربون هاند تو ماوث فيكل موسكيتو، طبعا موسكيتو والفيكل والدست كلهم لا، الاجابه الصح تبقى هاند تو ماوث. خلاص لانه ايدك تحطها في البتاع وتحطها في بقك، شكرا، يبقى كده ما فيش ديستانس خالص. طيب بالتوفيق يا رب، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هيكون التلات محاضرات جايين.